اهلا سهلا. انا مبسوطه عشان حاجه، اولا اني شفتك، ثانيا اني سمعت صوتك. وانا مبسوط قوي علشان اطمنت عليك. صحيح، قولي لي انت بتشتغلي هنا من وقت؟ شكرا. بتشتغلي هنا من امتى؟ من زمان جدا. في حاجه بقى انا عايز اقول لك عليها. يا ريت. انا حاسس كده ان مش انا الشخص المناسب اللي ممكن انه يساعدك. يعني يعني انا كل اللي عندي كورنال سهل ان انا اكتب عنك، انما في الحقيقه مش انا مش عايزك تكتب عني غير وانت مقتنع. انت لو كويسه الف واحد ممكن يكتب عنك. انا شايف ان انت مش محتاجه حد يكتب عنك، انت محتاجه منتج يقدر موعدتك ويقدمك للناس بشكل جيد. يعني على حسب خبرتي المتواضعه انا شايف انك انت محتاجه غنوه لها شكل جديد ومضمون جديد غير الاغاني اللي احنا بنسمعها اليومين دول. ايوه بس كده مش هبقى مميزه، انا عايزه بدايه تانية. اقول لك بفكر في ايه؟ يا ريت. انا مش عايزاك مجرد تنزل لي صوره او خبر، مش دي الفكره. امال ايه هي الفكره؟ نالف، نقول انا بتحارب. بتتحاربي من مين؟ يعني نالف، نتخيل ان انا هنزل اول البوم ليا وان مطربه مشهوره قوي وكبيره سرقت مني الالبوم. طبعا الناس كلها هتدور مين دي اللي مطربه مشهوره تسرق البومها، فاهم السكه دي؟ اسف، دي مش سكتي يا رولا. بعد اذنك. انا مش مصدقه عينيا، ابني طارق قاعد في البيت ومش في اوضته ومش بيتكلم في التليفون ومش قاعد على الكمبيوتر وبيتفرج على التلفزيون وقناه عربي. اعمل لك عشاء كمان؟ انت تأمري. يا خساره عامله رجيم. رجيم؟ عارف يا طارق انا لازم اخس 6 كيلو، لو خسيتهم هصغر 3 سنين. يا سلام، مين اللي قال لك كده؟ انا عارفه. طب ما تخليهم 10 كيلو. لا، ما انا كمان لو خسيت اكتر من اللازم هبان كبيره، ولو تخنت هبان كبيره، انا لازم اوسطن نفسي. على فكرة أنت شاغلة نفسك بمشكلة مش موجودة أصلا. يا ريت كل الناس مشاكلها كده. أيوة، اعمل بقى زي أبوك. بجد الدنيا مليانة مشاكل كبيرة قوي أكبر من اللي عندنا. يعني أنت مشغولة ومتنكدة علشان عايزة تخسي، وأنا مشغول ومتنكد علشان عايزة أتخرج. وفي الحقيقة الدنيا مليانة بلاوي، بلاوي كبيرة قوي. إحنا من المرفهين يا رب. وبذمتك بقى في واحد مرفه يبقى صوته وأداؤه بالمنظر اللي انت فيه ده؟ ده انت ولا اللي طالع جبل. مش قوي يعني. لا قوي. مالك يا حبيبي، في ايه؟ مفيش. لا ده فيه وفيه، انا امك وعارفة ومتأكدة ان فيه. يعني متضايق شوية. طب لو انت قلتلي انت متضايق من ايه، انا هقولك انا متضايقة من ايه. طب قولي انت الاول. ولو قلت انت هتقول؟ لو قلتي جايزة تشجع اقول. يلا